السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا حدث للمنتخب الوطني الجزائري في أول حصة تدريبية في الكوديفوارا، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا تعرض لاعبو المنتخب الوطني الجزائري إلى الجوسة من قبل أطراف مجهولة خلال الحصة التدريبية الأولى التي أجرها في بواكيا في الكوديفوارا، وألقت شرطة الإيفواري القبض على المتجسس الذي كان يعتمد على الدرون، وهي التقنية التي أصبحت تعتمد عليها عدد من المنتخبات. وكما كشف مفيد النهار أن الشرطة الإيفوارية تباحثت عن هوية الجاسوس الذي أراد اختراق الحصة التدريبية للمنتخب الوطني الجزائري بمدينة بواكيا والتي أجرها محارب الصحراء، للإشارة أن الحصة التدريبية جرت وسط تشديدات أمنية كبيرة بطلب من النخب الوطني الجزائري جمال بلماضية، والذي أراد الاستعدادات بتدريبات مغلقة حتى في وجه الإعلاميين للتركيز جيدا على الامتحان القادم. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.